ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ طيب. وحضرتك طيبه ربنا يخليكي. اتعرف بيكي؟ دعاء. دعاء. دعاء كم سنه؟ 21 سنة. مرتبطه دعاء؟ متجوزه. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ هو ما يعتبرش يعني الحب ولا تقليدي برضه. امال يعتبر ايه؟ انا عندي يعني مشكلتين. اتفضلي. المشكله الاولانيه هي راس المشكله الثانيه. المشكله الاولانيه ايه؟ هي سبب المشكله اللي انا فيها دلوقتي. طيب تعالي نبتدي بالمشكله الاولانيه. المشكله الاولانيه ان انا كنت في بيت يعني ابويا كان متجوز اثنين. عندي اربع اخوات، اثنين ليا اخت ام اب يعني، واختي الثانيه من ابويا. كنا عايشين مع بعض اسره كويسه وكل حاجه. بس عندي الام مرات ابويا وامي كانوا بيشتغلوا، ابويا كان قاعد. تمام؟ المهم ابويا بقى كان كل حاجه لينا غلط، التلفزيون غلط، الافلام غلط، الخروج غلط، اللبس غلط، كله عيب حرام. المهم ايه؟ طبعا انا زهقت من الحياه دي، لان انا شايفه اصحابي بيخرجوا وبيلبسوا ومعاهم تليفونات وكده وانا مش عايشه كده. المهم ابتديت ان انا اهرب، اروح عند صاحبتي اقعد عندها يومين، وبعد كده جوز اختي رجعني، اختي المتجوزه ترجعني. فجه الواحد يقدم لي اللي هو جوزي. فما صدق، قلت بدل ما انا بهرب اتجوز واعيش. يعني اتجوزتي هروب؟ لا مش هروب، هو جه قدمني في البيت. ايوه بس جوازك ده كان هروب، انت من جواكي عايز تهربي من حياتك اللي انت عايشاها. وبعدين؟ انا ايه، هو جه قدمني، بابايا ما وافقش عليه، سال عليهم كده وسال على اخواتي اللي مش كويسين. فانا طبعا وقفت عليه ان انا خلاص عايزه اخرج بقى من الجو اللي انا فيه واعيش الحياه اللي انا نفسي فيها. المهم عرفت تاني قابلني بقى جوزي، لا ما ينفعش تهرب وتروح عند صاحبتك تعالى عيش معانا وبتاع وانا هتجوزك والحكايه ورايق. وافقت. المهم ما جبناش حاجه، كنت قاعده مع حماتي الاول في اوضه، بعد كده اتنقلت فوقيها في شقه. المهم حياتنا زي ما تقول ايه، مش عندنا الشقه الكامله. المهم المشكله اللي انا فيها دلوقتي اللي هي ان انا زي ما تقول كل ما يجي يتخانقوا معايا يفكروني بحكايه هروبي. يعني انت هربتي من اهلك واتجوزتي الراجل ده؟ مش كده؟ من غصب عن عين ابوكي، يعني ابوكي ما كانش يعرف انك يعني من وراه رحتي اتجوزتي وخلاص. بالظبط. طب علاقتك بابوكي لسه كويسه ولا انتهت؟ لا ما احنا اتصالحنا. الامور مشيت عادي، هو كتب لي الكتاب، ما انا رجعت تاني كتبت الكتاب. وكل ما يحصل مشكله يعايروكي بالقصه دي. بالظبط. المشكله الثانيه بقى ان انا عندي جوزي كان بيحب واحده عرفته. هو خطب كتير بعدها. المهم كل ما قابلها وتقابلني، مره قابلتها صدفه يعني، هو كان زي ما تقول ايه واخدني ساحبني كده وعندهم في البلد، وفوجئت بقى هناك، انا اتصدمت بوجودها من غير ما حد يقول لي انها هي، انا عرفتها. المهم دخلت وقعدت عادي، هو يقول انا قابلتها وهي تقول انا شفتها اول مره ومش عارفه ايه، قعدوا يقولوا قدامك كل قصص الغرام بتاعتهم يعني. بالظبط. وانا قاعده ايه على حسب النيه اللي هم بيتكلموا على زمان، ومش شايفه زغللت العينين ديت لما خدت بالي قوي بقى. تمسكوا من حتت حساسه. الله 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 لا لا دي يعني. طيب يعني طيب ماشي ما علينا، اصل مش هنفسر قوي بس يعني. اتفضلي. اتفضلي. تلبس حاجات محزقه. يعني بتعكسه بمعنى اصح قدامك عادي جدا، والحياه لطيفه ولا اكنك موجوده في الحياه. الله ينور عليك. طب انت كان رد فعلك ايه؟ الموقف اللي انا حاضر فيه ديت اللي هي لما فاتت كده، كنت في ظرف ان انا ما اقدرش اتكلم فيه، ان انا رايحه فرح، فبالتالي لازم اقابلها، فما ينفعش في وسط الفرح يقول انت جايه من مصر عشان تخرجي الفرح ومش عارفه ايه كده. فطبعا كان لازم غصب عني ان انا. ما اتكلمتيش مع جوزك وقلت له يا عم انت ما تلم نفسك شويه هو في ايه؟ لا قلت. وبعدين؟ عارف اغنيه اصلا اللي هي شفت بعينيا ديت؟ انا زي الاغنيه بالظبط، شفت بعينيا وهو يقول لي لا انت ما شفتيش، انت شفتي ده غلط، ما حصلش. وبصدقه واكذب اللي انا شفته. عشان اعدي. المهم في النهايه وصلت لايه؟
اللي انا فيه لسه زي ما هو. هي بتغضب تيجي عند عمتها تحت جوزها ما يعرفش انها بتيجي عندنا. اتكلمتي بقى مع جوزك قولي له لو جت الست دي انا ما ينفعش يبقى فيه كده وبتاع وكده ولا؟ اتكلمت طبعا. وقال لك ايه؟ قولي يا بنت ده هي بنت خالي مراتي. ايوه ما هي بنت خالك دي بتتصرف تصرفات مش لطيفه وبتعمل حاجات قله ادب و على كده الهزار ده عادي ومش عارف ايه. قولي له طيب خلاص انا ما عنديش مشاكل ان نهزر هزار عادي كده جدا وانا هزر مع ابن خالك، ايه رايك بقى؟ انا بقى انا ناوي اعمل زيكم عشان احنا ناخد على بعض كمان تبقى العيله كلها يعني سردبيحه كده فنهزر احنا كمان، فانا كمان ممكن اهزر مع ابن خالك وممكن اهزر مع جوز خالتك، ايه رايك؟ وممكن اهزر مع المكواجي تحت هو بيجيب لنا الحاجه عادي بقى، ما احنا ناس انتوا يا بنت الناس بتقولي احنا في بلد ارياف واخدين على بعض ايه؟ ده القاهره ما فيهاش كده. لو قلنا بقى كمان يعني ارقى اماكن الناس اللي بيقولوا عليهم خنافس ما بيعملوش كده، ما فيش كلام الفارغ ده، يعني واخدين على بعضنا انا وبنت خالي ونعمل مع بعض تصرفات مش كويسه والعياذ بالله، ايه كلام فاضي ده؟ وانت ازاي تصدقي كلام فاضي زي يعني ايه ان احنا واخدين خلاص انت اوكي قولي له اوكي انا ما عنديش مانع يا عم الجن خليك واخد عليها وانا هاخد على بقيه العيله، ايه رايك؟ هيقول لك خلاص براحتك وابتدي بقى هزري شويتين واتفرج عليه وهو بيتعفرط، ما هو اصل دي قله ادب. وهي كمان كل يوم والتاني تتقمص وتيجي عند مامتها عند عمتها اللي هي مامته وهو نازل طالع وهيعيشك مرهوشه، لا حطي النقط على الحروف. مبدئيا هروبك من البيت وطريقه هروبك من المشاكل وهروبك من والدك دي كانت شيء سيء جدا في حياتك. وده اللي اجبرك انك ترتبطي بانسان ما كانش ينفع ترتبطي بيه. لانك ارتبطتي هروب برضو. مش هقدر اقول لك ان العيب عليكي 100%، لا الوم على والدك برضو لانه كان انسان متعنت الفكر شويتين ومغلق ثلاث حبات ومتشدد 700 حبه. انما انت برضو عالجتي الامر بطريقه غلط وبالتالي كانت دي النتيجه. طيب النتيجه المؤسفه اللي احنا فيها دلوقتي يا نصلحها ونعالجها ونمشي صح يا هنلبس اسود طول العمر. يبقى صلحي صح. يبقى اعترضي، يبقى خدي حقك، يبقى افرضي شخصيتك، يبقى قودي العلاقه بما ان الراجل والعياذ بالله في سوكي سوبيسو.